السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة أدوب عاملة إبهار بالذكاء الاصطناعي فايرفلاي، وده تجريبي. كل الحاجات دي إن شاء الله تبقى موجودة في الفوتوشوب وأدوب بريمير والبرامج بتاعت أدوب. طيب يعني على سبيل المثال دي مثلا، إن أنت تكتب كلام وتقول له أنا عايز الكلام دوت يبقى مثلا بالكورن، تمام؟ طيب شوف أنت عايز تكتب إيه وهو هيحوله لك للبرومت اللي أنت عايزه. وليكن مثلا أنا هكتب هنا مثلا عمر، يبدا يحط لي البوب كورن بالشكل دوت، تشيز بوب كورن، تمام. طيب ممكن تقول له مثلا ده انا عايز تري مثلا اشجار، ماونت اند تري، وتقول له جنريت. ده التكست افكت بتاعه، ده ممكن تعمله باكتر من شكل، فبيعمل لك حاجة شكلها جميل جدا. وكل ده بيتا، يعني كل ده لسه تجربة، لسه هنشوف بقى حاجات أجمل بكتير. ده تكست افكت، في مؤثرات كتيرة جدا، في تكست تو ايمج، تكتب انت أي حاجة هو يحولها لك لصورة، تمام، زي ما شفنا في ميد جورني، وبيديك البرومت اللي الناس كتبت عشان يظهر لها الحاجة ديت. ممكن بقى كونتنت تايب، ده جرافيكس، فوتو، ارت، زي ما انت عايز. الستايل اللي انت عايزه يبدا ان هو يغيره لك. كلر اند تون، تبدا تختار الكلر اند تون اللي انت عايزه. اللايتنج، كل ما بتيجي تختار هو بيغير لك البرومت، هنا بتلاقي صور عيد تكوينها من اول وجديد. طيب تعالى نرجع للصفحه الرئيسيه. عندها برضو ريكولر فاكتور، يعني انت عندك صوره مصممه بالفاكتور، فهو بيروح مديك خاصيه التلوين، بدل ما تفتح برنامج زي الستريتور هو يبدا ان هو يلونه لك. في طبعا حاجات كتيره بس لسه ما سمحناش ان احنا نجربها. التكست تو فاكتور، تمام، في بيرسونال ريزولت، في ان انت عندك صوره معينه فتقول له طب انا عايز اتخيل لو الكادر بتاع الكاميرا الكبير هيظهر لنا ايه، 3 دي تو ايمج، تكست تو باتر، سكتش، حاجه انت رسمها بايديك هو يبدا ان هو يحولها لك لصوره حقيقيه. فشغل عالي ما شاء الله. لو في برامج او مواقع بالحلاوه ديت يا ريت تكتبها لنا في التعليقات.